عمهلك خليني ساعدك. وين الدكاترة؟ جيبوا النقالة. عمهلك يا ابني شوي شوي. عمهلك قربوا النقالة بسرعة. حط عمهلك مش الحال. عمي روحي تسطحي على تختك بركي بترتاحي لك شوي. ناريم بالمشفى بين الحياة والموت، كيف بدي ارتاح يا أمينة؟ قدرية خانم بوضعك هاد ما بصير تروحي على المشفى، كل شي فيكي تعملي إنه تهدي وتستني. أصلاً إذا ما رحت لعندها ما بهدى وما برتاح وضغطي ما رح ينزل. بس يا مرت عمي لوين رايحة هلا؟ تركيني بدي روح على المشفى. استني كل هاتون راحوا مع ناريم، شو بدك تعملي هني؟ اسمعي هلا بيتصلوا فينا وبيطمنونا عليها. اتركوني اتركوني. جيبي شنطتي بدنا نروح. انتبهوا على عاصم جمعت انا رايحه. بدي تعرف شغلي، أنا ما كانت فكرتي إنه نخطفك من أمك ونجيبك لعنا لهون، بس باللحظة اللي حطوك فيها بحط. عمي إلي يا سبعي شو بدك؟ ليش عملت هيك بحالها؟ تمام يا روحي اهدى شوي، ما رح يصير لها شي لا تخاف. إيه بس بدي أعرف ليش هيك عملت ماما. اسمعني يا ابني، نارين إنساني حساس كتير ودايماً بتحصر جواتها، ولأنه هديك المأنزعة وأولادها عم يلفوا ويدوروا قدامها عم تنقهر ونفسيتها عم تتعب، لا بتقدر مثلي تخبط وتكسر ولا بتصرخ مثلك وبتفش قهرة، بتحط جواتها على الساكت، ولهيك انفجرت بالأخير وأزت حالها. طلع لبرا صحصح وشملك شوية هوا. كيف بدي اطلع يا عمي؟ ما بيصير. أنا ما عم قلك بعد عن المشفى، بعرف إنه بدك تكون موجود مع أمك. طلع شم هوا نظيف وغسل وشك بتروق، ولا تكون واقف جنب أمك، لازم تكون قوي.
يلا لشوف يا سبعي.